أنا ما أدري شلون أبتدي مع الجهات الحكومية. سبق وبلشنا نرسل أسئلة برلمانية وعادة تأخذ وقت، لكن في بعض المواضيع ما تستحق حتى ولا تقدر أنك أنت تنطر ردود الحكومة، لأن الحكومة تأخذ فترة طويلة للردود، لأن في بعض المواضيع لحظية ولازم يعني يشار لها في يعني في الوقت نفسه. أبي أتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو ما يتعلق في سبب وجود المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. مجلس الجامعات الخاصة شنو دوره اليوم؟ وشنو الدور اللي أضافه من أول ما تأسس هذا المجلس؟ هل يوجد رقابة مباشرة على الجامعات الخاصة؟ الدولة قاعد تدفع في أن تحمي هذه الجامعات من خلال البعثات الداخلية وتدفع فلوس، بالمقابل لازم يكون هناك رد الجميل من القطاع الخاص في الجامعات الخاصة لأبناء الشعب الكويتي، وهذا اللي ما قاعد نشوفه. أبي أحدد الجامعات بشكل خاص، وهذا رسالتي للمجلس الخاص في الجامعات الخاصة وأيضا للجامعة نفسها. إذا ما كانت راح تلتزم راح نبدي نسن عليها قوانين ونفرض عليهم. جامعة مثل الجامعة الإسترالية لا يوجد قيادي وطني واحد في هذه الجامعة، كل المناصب من مدير الجامعة والمدراء والمساعدين وأيضا رؤساء الأقسام وغيره، ما في كويتي واحد أكاديمي ماسك منصب قيادي في هذا المكان. هل يعقل؟ الأكاديميين اللي موجودين داخل هذه الجامعة بشكل خاص 14% الكويتيين. ما يصير جامعة تأخذ دعم من الدولة وما أشوفها تعين كويتيين. هذه بالنسبة للجامعة الأسترالية. أي حق جامعة الخليج قصد، وكأن الموضوع متعمد، في يوم العاشر من محرم يصادف يوم سبت، يوم عطلة رسمية عادة احنا يعني في كل وزارات الدولة، عطلة رسمية هالمرة، يتعمد يضع امتحانات لأبنائنا اللي موجودين في هذه الجامعة. وإن كان العذر في أن احنا نقبل أي عذر لا علاقة وتأجل الامتحان، ممكن تعطيش امتحان، شو اللي ضمني ما تعطي امتحان أصعب؟ أما هذا الأسلوب المتعمد في أنك تضع امتحانات في يوم سبت، هذا أمر غير مقبول. فأتمنى المراجعة لهذا الموضوع، ولا سيكون لنا وقفة جدية لهذا الموضوع بالفترة القادمة. الجامعات الخاصة إما أن تتعاون مع المجتمع، إما أن تتحمل مواقفنا في القادم الأيام.